او اليوم الاحد اللي فات. هنكمل كلامنا في هذا الامر ولكن خلينا احنا بنحتفل مع فريقنا، بنحتفل مع مجلس ادارتنا، بنحتفل مع جمهورنا دائما، علشان عايزين نهني كل من له دور في هذا الامر. خليني اروح للاستاذ محمد الغزاوي. استاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الذي ما بتكلم على مجلس اداره النادي الاهلي، اي حد بيطلع يتكلم معانا بيبقى ممثل لمجلس اداره النادي الاهلي. وبالتالي من كام يوم استاذ محمد الغزاوي كان رئيس للجنه اللي بتنظم بطوله كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد، واللي حضراتكم شفتوا النجاح الكبير وكانت منقوله على شاشه قناه النادي الاهلي. ومن بعدها مجلس الاداره خلاص خلصنا المهمه دي، نركز بقى في ايه؟ في نهائي دوري ابطال افريقيا اللي الحمد لله خدناه وقدرنا نكسبه. استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ والف مبروك، الف مبروك النجاحات الكثيره جدا خلال الفتره الاخيره. كابتن اسلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. الله يبارك فيك، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي والشعب المصري، لان النادي الاهلي هو مش بيمثل نفسه، هو بيمثل الشعب المصري. فانا ببارك لكل جمهور الشعب المصري والنادي الاهلي خاصه على هذا الانجاز، والحمد لله قدرنا نفرحه. الحمد لله انجاز كبير جدا، ولكن معلش خليني ارجع خطوتين ورا برضو، علشان ليه احنا بنحتفل بكل اعضاء مجلس الاداره وبنقول لكم مبروك وبنشكركم على الاداء وبنشكركم على المجهود المبذول؟ وانا عارف الرد هتقول لي لا، ده الجمهور يستحق اكتر من كده، لان فعلا جمهور النادي الاهلي يستحق اكتر من كده. ولكن من برضو من اقل من اسبوعين الحقيقه، يمكن او من اقل من شهر، كان بطوله كاس الكؤوس الافريقيه سيدات ورجال نادي الحمد لله كانت هذه البطوله منظمه سيدات ورجال في صاله النادي الاهلي، وبالتالي نجاح كبير جدا جدا جدا، وتم نقلها على شاشه قناه النادي الاهلي، وحضرتك كنت رئيس اللجنه المشرفه على هذا الامر، وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي نجح في تنظيم هذه البطوله اولا، ثم بعد كده الكل تفرغ للي بعد كده. حقيقه وانا كنت يا دوبك قبل البطوله دي، انا كنت رئيس بعثه النادي الاهلي في ماتش الرجاء مظبوط في المغرب، ورجعت من هناك كنت انا رئيس اللجنه العليا. يعني شرفت مجلس اداره ان انا اكون رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله، لاول مره يبقى عندنا كاس السوبر، وكاس السوبر صح، والسوبر الافريقي رجال وسيدات، ولاول مره يقام من اربع فرق السوبر مش من فرقتين. نعم. ويلي بطوله افريقيا لابطال الكؤوس رجال وسيدات، وكان 22 فرقه، في فرقه اعتذرت في الاخر، كان 19 فرقه في ابطال الكؤوس واربع فرق في السوبر. كانت بطوله لاول مره من فتره طويله بتقام على صالتين النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل وصاله الشهداء، ولاول مره تقام بجمهور من فتره طويله جدا داخل النادي او داخل اي نادي في مصر، اللي تبقى البطوله مقامه بجمهور. والحمد لله ربنا وفقنا، البطوله تمت بشهاده الاتحاد الافريقي، والدكتور حسن مصطفي اتحاد دولي كان موجود، ان البطوله كانت من افضل البطولات تنظيميا اللي تمت. الحمد لله خرجت من غير مشاكل خالص، خرجت على احسن شكل يليق بالنادي الاهلي واعضائه وجماهيره وتليق بمصر، لان البطوله دي بطوله افريقيا، واحنا يعني مصر هي اللي ليها السياده في افريقيا، والمفروض ان احنا نكون نظهر بمظهر يشرف مصر ويقول ان مصر تستطيع انها تنظم اي بطوله قاريه او دوليه، او يعني اي بطوله مصر تقدر تنظمها بالشكل اللي يليق باسم مصر. الحقيقه يا استاذ محمد الف الف مبروك، لان هذه البطوله تحديدا، او هذه البطولات اللي تم تنظيمها على صالات النادي الاهلي المختلفه، كانت مسار يعني الناس كلها كانت مبسوطه بالشكل والاداء والتنظيم الرائع. ما شفناش الحقيقه، يعني حاولنا ان احنا نتكلم مع كثير من اللاعبين، كلهم الحقيقه كانوا بيشيدوا بالاداء، وده اللي متوقع الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي، لان في النهايه زي ما حضرتك قلت احنا بنمثل بلدنا، بنمثل النادي الاهلي طبعا، وبنمثل بلدنا. بعد كده الكل ابتدى ينظر الى دوري ابطال افريقيا، ومجلس اداره النادي الاهلي في مسانده لاعبي كرة القدم أو الفريق الأول لكرة القدم، علشان نقدر نفوز بهذا الكأس للمرة الـ11. يعني ترتيبات رائعة وتنظيم رائع في كل حاجة الحقيقة يا أستاذ محمد. بص يا كابتن إسلام، أنت يعني كنت لاعب في النادي الأهلي، وفي جيل كمان من الأجيال الذهبية في النادي الأهلي، فأنت عارف إن دايما دور مجلس الإدارة
يكون في ان هو ازاي يوفر كل الامكانيات علشان يوفر جميع الفرص للفرق، وطبعا منهم كرة القدم وخاصة كرة القدم، ازاي ان احنا نوفر لهم ونهيئ لهم كل الظروف عشان يقدروا يأدوا اعلى اداء، وازاي يقدروا يكونوا في اعلى قمة تركيز الجهاز مظبوط الفني والاداري والطبي واللاعبين. ده دايما بيبقى دور مجلس الاداره، انت عارف مجلس الاداره لا يتدخل صح الشؤون الفنيه تماما من قريب من بعيد، مهما حصل، مهما كان في اي عدم اتزان في اي فرقه من الفرق، مهما كان في اي شيء. صحيح. فاحنا دايما دورنا ان احنا ازاي نقدر نعالج، ازاي نقدر نوفر الظروف انها تهيئ لهم عشان يأدوا افضل ما عندهم. كان عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني والطبي والاداري واللاعبين ان هم يستطيعوا ان هم يفوزوا ببطوله افريقيا. احنا كنا شايفين قد ايه الفرقه عندنا، اللاعبين اللي موجودين لعيبه كبيره جدا، معظمهم منتخب مصر، معظمهم منتخب بلادهم بيلعبوا، مدرب ما شاء الله عليه بعقليه قويه جدا وفكر وشخصيه قويه جدا، وزي ما بنقول عليه كده راجل اداري صحيح، بيعرف يدير مباريات، بيعرف ازاي يخرج بالنتيجه، بيعرف ازاي يخطط. دور مجلس الاداره كان ان هو يوفر. طبعا كابتن محمود الخطيب هو انت عارف هو المشرف على الكوره من صحيح مجلس الاداره، ومعاه لجنه التخطيط ولجنه الكوره اللي موجوده، والحمد لله قدروا ان هم يحتووا الفريق بشكل جيد جدا. كان عندنا اخفاق بتاع او هزيمه كانت بالنسبه للناس غير متوقعه، النتيجه بتاعه سان داونز، نعم، لكن خرجنا من هناك الحمد لله رب العالمين. اللعيبه قويه جدا من بعد هذه المباراه يا استاذ محمد، 16 مباراه كسبنا 14 وتعادلنا مباراتين من بعد، مظبوط. يعني مباراه سان داونز يعني مظبوط. اللعيبه كانت هنا شخصيه اللاعب بتاع النادي الاهلي حقيقي، انه لما بيحصل اي اخفاق او نتيجه غير متوقعه، شخصيه لعيب النادي الاهلي بتبتدي تبان، وبتبتدي يقول لك انا بلعب في النادي الاهلي، يعني انا اقدر، يعني ده برميه ورا ظهري وببص لقدام وبكمل، المهم النتيجه النهائيه. هو ده اللي حصل، ان احنا كملنا الحمد لله، ربنا كرمنا بماتش بعد كده الرجاء القطن. هنا 2-0، القطن الكاميروني 3، وبعد كده الهلال، أربعة. وبعد كده رحنا لعبنا الرجاء برضو عندنا 2-0، وهناك 0-0 في مباراه قويه جدا، لان الرجاء فريق قوي جدا وفريق محترم مظبوط جدا، وبتلعبوا على الارض في المغرب. وبعد كده لعبنا الترجي، ربنا كرمنا هنا وهناك، وبعد كده بقينا خلاص في المباراه النهائيه اللي بتحدد البطل. كل الناس من مجلس اداره، من عاملين في النادي، من اجهزه فنيه، من اجهزه طبيه واداريه، من لاعبين، كله كان في حاله تركيز شديده جدا خلال الفتره دي كلها، لان انت خلاص بتبقى على بعد خطوه واحده من التتويج حقيقي ببطوله ال 11 انجاز، مع باقي البطولات الالقاب اللي اتحققت، مع الانجازات اللي موجوده في كل الالعاب الرياضيه السنه دي في النادي الاهلي. صحيح. كانت بطوله مهمه جدا جدا. صحيح. خساره البطوله في نفس الملعب السنه اللي فاتت في بعض الاجواء اللي كانت بالنسبه لبعض، ظروف مختلفه تماما الحقيقه، مختلفه نعم. اجواء وظروف مختلفه صحيح. تماما، وجمهور انت عارف الجمهور المصري الشعب، لا عدم الحياديه، عدم الحياديه والجواب يعني حاجات احنا بنقولها كتير يعني، والجمهور الشعب المصري دايما عنده حته العاطفه وبيتاثر بالحاجات صحيح جدا، بيبقى مش قادر ينساها يعني، فكان بالنسبه لهم المباراه مهمه جدا يعني. فاللعيبه فعلا كانت على قدر المسؤوليه، هنا حققنا نتيجه صحيح، دخل فينا جون في الاخر وبقت المباراه اللي هناك اصعب شويه. استاذ محمد لما الجون ده دخل، هل انت بيني وبينك يعني حسيت باي حاجه؟ يعني هل حسيت ان الجون ده فرق، جاب لك شويه احباط شويه، ولا حسيت ان انا هروح اكسب هناك؟ بص، الجون لم يحبطني من قريب ولا من بعيد خالص، انا كل ما هو الموضوع ان هو خلاني بس حسيت ان اللعيبه صعبوا عليا ان هم يبقى عندهم ضغط اكتر شويه، ولكن كان عندي ثقه رهيبه ايوه ان احنا برضو رايحين هناك ان شاء الله معديين وكسبانين وبطوله، يعني كان عندي ثقه كبيره جدا، الجون ما فرقش بالنسبه لي يعني، ما حسسنيش ايه النتيجه اللي مش كويسه، يعني كانه ما جاش، اكنه ما جاش، انا بس كان يعني كنت بشفق على اللعيبه ان الضغط هيزيد عليهم سنه صغيره، ولكن انا كنت حاسس عندي انا عندي في اللعيبه والفرقه اللي موجوده في هذا الجيل دلوقتي مع المدرب اللي اسمه كولر وكل الجهاز اللي معاه، عندي فيهم ثقه كبيره جدا ان هم ابتدوا يرجعوا لنا اجيال بدون ما نقعد نذكر اسماء،
صحيح. رجعوا لنا اجيال كنا بنبقى قاعدين بره بنتفرج على الماتشات نطمن. وخسران 2-0 وعارف انك هتكسب 3. صحيح هم رجعوا لنا هذا الاحساس وهذه الثقه، وخلوا جمهورهم عنده الثقه دي فيهم بشكل كبير جدا. كنت مطمن جدا. طبعا الاجواء كانت صعبه وانت بتلعب الوداد، صحيح. جمهور المغرب جمهور كبير جدا ومحترم جدا، وبيعرف يشجع فرقته كويس، وبيعرف يحط ضغط، ولكن اللاعبين فعلا لما تبص على اللعيبه وهي بتلعب مع مرور الوقت جوه الماتش، ابتدينا الماتش ممكن اللعيبه فيه شويه لخبطه، الجون اللي جه كل ما الوقت بيمر اللعيبه بتقول لك احنا كبار وبنعرف نثبت على الارض اكتر. مظبوط. كل ما الوقت يمر تحس ان لا انت بتقرب. كل ما تقرب من نهايه المباراه تحس ان انت بتقرب. فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بطوله كبيره جدا وغاليه جدا. لان انت عارف يعني وانت عشت كل الكلام ده، انت مهما كسبت بطوله في النادي الاهلي اللي بعده ترميها وتبص لورا اللي بعده على طول. يعني الناس ما بتستناش. يعني انت كنت بتكسبوا جيلكم، كنت لا لا ده انا فاكر بطولات وبيكلموكوا على السنه الجايه. لو فاكر حضرتك واحنا راجعين من كاس العالم وكنا واخدين ثالث العالم، يعني كانت اول مره يعني ناخد ثالث العالم، يعني كان عندنا ماتش انا فاكر حرس الحدود في الدوري، يعني احنا كان عندنا ماتش رجعنا بعد ثلاث ايام ماتش حرس، قال لك عايزين نكسب الدوري حرس الحدود ونكسب. أيوة الدوري بالضبط. على طول اللي بعده يعني. ايوه ما فيش وقت، ما عندناش وقت. فانت الجمهور، انت الجمهور النهارده لما تيجي تتفرج على كل التعليقات اللي موجوده في السوشيال ميديا، ايوه، وتشوف فيديوهات ناس بتعمل انترفيوز مع حد من الجمهور في الشارع يقول لك معلش يا جماعه احنا هو النادي الاهلي دايما بيطمعنا، احنا طمعانين لسه بقى ان شاء الله عايزين نلعب فاينل كاس عند الانديه، والنادي الاهلي يقدر ان هو يلعب فاينل كاس عند الانديه، يقدر ان هو فعلا يفوز كاس عند الانديه ان شاء الله باذن الله. انت النادي الاهلي مش نادي صغير، النادي نادي كبير طبعا. اعتقد ان ده كمان هيتم الترتيب ليه من دلوقتي، يعني طبعا يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اكيد محتاج ترتيب، ودايما احنا متعودين من مجلس اداره النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي تحديدا انه كل حاجه يبقى ليها ترتيبها. ده حقيقي، واكيد كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي وهو الراجل المشرف على الكوره، صحيح، وفي لجنه تخطيط، واكيد عندهم نظره للي جاي، الاستعداد للموسم اللي جاي. الراجل اللي اسمه كولر مدرب كبير اكيد عنده طلبات، راح كابتن خطيب قعد اتكلم معاه فيها، ده اكيد كل ده اكيد شغال، واحنا بنتكلم وبنبص عندنا دوري عايزين نستكمله، الصفحه اتقفلت خلاص، وهنبتدي عندنا دوري عايزين نستكمل الدوري ان شاء الله عشان نتوج بالدوري العام ان شاء الله المصري، ونبتدي نحتفل بيه كمان مع جمهور النادي الاهلي. بعديه عندنا سوبر افريقيا عايزين نبص له، بعديه ان شاء الله عندنا كاس عالم الانديه، بعديه عندنا افريقيا سوبر ليج كمان. كله عندنا كله ورا بعضه، فاهم؟ فاحنا في النادي الاهلي تعودنا على كده، دايما انت على طراطيف صوابعك. مظبوط. ما بتعرفش ان انت تريح، ما عندكش وقت. صحيح. بطولات ورا بعض ورا بعض، والجمهور يستحق منا ان احنا نفضل على تراتيب صوابعنا. صحيح. واعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يستحقوا من ان احنا نفضل تراتيب صوابعنا. أيوه. في كل شيء، في بطولات وانجازات ورياضه وانشاءات وبقيه. لسه كنت هاخدك للانشاءات، يعني حضرتك كنت بتتكلم على الجمعيه العموميه، في وسط هذه الانجازات الكبيره يمكن السنه دي، يعني احنا بنحاول نحصر بحيث ان احنا الحلقه اللي جايه نبتدي نتكلم عن كل البطولات، ولكن خلينا نتكلم عن العاب الصالات مثلا، احنا 18 من 22 في كرة القدم 4 من 4 حتى الآن، يعني لسه بقية البطولات، وبالتالي إنجازات كبيرة جدا جدا بتحصل على الجانب الرياضي، على الجانب الإنشائي والجانب التطوير، المقرات كل المقرات بيتم تطويرها بشكل كبير جدا، سواء الجزيرة سواء الشيخ زايد سواء مدينة نصر، وأخيرا المولود الجديد للنادي الأهلي اللي ولد عملاق الحقيقة، مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، حاجة محترمة جدا جدا جدا. أنا كل ما حد يكلمني يقول لي اشكر لي ونبي أعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول في أن هم يدونا 80% من الإنشاءات اللي كان من المفترض أن احنا نلاقيها. خلي بالك حضرتك ده ما بيحصلش كتير يا أستاذ محمد. بص هو فعلا ما بيحصلش كتير، خلي بالك انت برضو احنا خارجين من فترة صعبة جدا جدا، من فترة بتاعت كورونا الناس كلها عندها ازمات. انت رغم كل دوت انت وعدت وقلت ان انا لازم هفتتح الفرع، صحيح، جرينا بسرعه جدا. معلش انا اسف هنا، انت كنت ممكن تاجل ده لغايه كمان سنه ولا حاجه قبل الانتخابات، يعني لو حد بيفكر في انتخابات وبتاع لا يفكر الا في، ولكن مجلس الاداره الحالي لا يفكر الا في ايه؟ اعضاء الجمعيه العموميه. مش في اعضاء الجمعيه العموميه وجمهور النادي الاهلي، ما عندناش حاجه ثانيه افكر فيها غير كده. هم انتخبونا لهذا الدور. دي الامانه اللي عندنا اللي احنا لازم نقوم بيها. اللي انت قلته ده صحيح فعلا، لو احنا بنفكر في انتخابات
كنا اجلنا الافتتاح سنه وشويه كمان قبل الانتخابات، بالظبط. هو لكن فلوس اقل وبتاع، واصبر شويه مفيش مشكله يعني. مظبوط، ولكن كل ده ما بنفكرش فيه. احنا كنا بنحاول نجري، والمجلس ضرب الكامل وعلى راسهم كابتن محمود الخطيب، كلهم كانوا فيري كين زي ما بيقولوا كده، عندهم حميه رهيبه واصرار رهيب ان هم لازم الفرع يخلص ولازم يفتتح، وده اللي حصل. والفرع خرج يعني كل الناس زي ما انت بتقول الفرع ما شاء الله شكله حلو جدا حقيقي، وروحه حلوه جدا كمان. يعني لما حد بيروح الفرع بيقول لك الفرع روحه حلوه، يعني انت ممكن تروح مكان حلو بس تخش ما نفسك مش مبسوط. مظبوط، هناك الناس تقول لك الفرع روحه حلوه، معمول حلو وروحه حلوه جدا. في مباراه النهائيه يا استاذ محمد قالوا لي، يعني احنا عارف حضرتك بتبقى قناه الاهلي موجوده في كل مقر، مظبوط، في مقر التجمع الخامس قالوا لي من 3 ل 4000 واحد قاعدين بيتفرجوا على هما كان في شاشتين، الشاشه الكبيره قوي واللي اقل منها بسيط، من 3 ل 4000 عضو من اعضاء او من عائله الاهلي موجودين وبيتفرجوا. ده ولسه الفرع يا دوبك لسه مفتوح يوم واحد. بالظبط بالظبط، انت عندك الاعداد ما شاء الله بتتدفق بشكل كبير جدا. احنا بكره عندنا لجنه عضويه، انت عارف في لجنه العضويه، انا واستاذ طارق قدير، مظبوط، واللجنه من مجلس اداره بنمثل مجلس اداره يعني، علشان بنعمل انترفيوز للناس في البدايه. فعندنا بكره لجنه عضويه فيها تقريبا 210 عضويه جداد في خلال الكام يوم اللي فاتوا، كويس جدا، خلال 3 4 ايام 210 عضويه جداد. عندك الاعداد في الفتره اللي فاتت، احنا عملنا في حوالي في خلال شهر من قبل الافتتاح لغايه النهارده، عملنا حوالي 5 أو 6 لجان عضويه، فيهم اعداد كبيره جدا. عدينا رقم كبير جدا في العضويات. الناس فرحانه بالفرع حقيقي. واحنا فرحانين بفرحه الناس بالفرع دوت. والانشاءات عندنا احنا كده ما وقفناش، احنا خلي بالك ما فيش حد بيعمل مرحله اولى 80%، دايما الناس بتعمل 40 50% وبعدين تستكمل. احنا ابتدينا الفرع، هو كل ناقص فيه حاجتين اتنين، مجمع حمام السباحه هنبتدي فيه، والصاله المغطاه. والصاله المغطاه انت عارف دي بتبقى اوبشن، مش كل حته فيها مش صاله، مش كل حته، بالظبط بالظبط، ولكن احنا عايزين نعمل صاله مغطاه ومجمع حمام السباحه، فالاثنين هنبتدي فيهم ان شاء الله على طول علشان يبقى الفرع اكتمل بالكامل بعد ما نخلص دوت 100% منه. عندك بقيه الانشاءات مكمله في كل الفروع اللي لسه محتاجه انشاءات. صحيح، فرع الشيخ زايد لسه في انشاءات شغاله، وهنبتدي الفتره اللي جايه بس تركيز كبير جدا لناحيه الشيخ زايد علشان نستكمل بقيه الانشاءات اللي موجوده هناك. فان شاء الله باذن الله عندنا الفتره اللي جايه اكمال انشاءات، وعندنا لسه للنادي الاهلي واعضائه عندنا حاجات تانية لسه بتتعمل، افكار موجوده قدام مجلس اداره في حتت اخرى النادي الاهلي رايح لها برضه. الموضوع الانشاءات والفروع لسه عندنا على الترابيزه بنفكر فيه، ولكن لسه ما اتخذش فيه قرار، فانا ما اقدرش اقول لك عليه طبعا لان ده قرار مجلس اداره بالكامل. ولكن النادي الاهلي دايما بيفكر ازاي يوصل لكل عائلته اللي في جميع المحافظات، لان النادي الاهلي يعني ليه محبين وجماهير في كل محافظات مصر حقيقي. والوطن العربي وافريقيا، فاحنا بنحاول نوصل لكل الناس ونوفر لكل اعضاء جمعية عمومية اكبر فرص متاحه مهما تواجد فين النادي الاهلي معاه. صحيح، يعني الحقيقه يا استاذ محمد انا بشكرك جدا، وفي نفس الوقت حابب ان انا اوصل لحضرتك شكر كثير من اعضاء الجمعيه العموميه واعضاء النادي، حتى محبي النادي الاهلي اللي موجودين. والله بجد الناس كل ما بتشوفني تقول لي اسلام لو سمحت انت يعني بتكلم الاعضاء مجلس الاداره، اقول لهم ان احنا بنشكرهم على الجهد المبذول الحقيقه، كلا في عمله وكلا في ملفه وكلا في تخصصه. وفي النهايه لما حضرتك عمرك ما طلعت قلت محمد الغزاوي، حضرتك دايما طلعت تقول ايه؟ مجلس إدارة النادي الأهلي. وبالتالي أنا بس حابب أن أنا أوصل شكر الناس لحضراتكم، وبجد إحنا فخورين بأن إحنا بننتمي لهذا النادي الكبير والعريق واللي هيظل دائما في قلوبنا. شكرا جزيلا أستاذ محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.